السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم رياضيات للصف الأول متوسط. وصلنا صفحة 19، حلينا هذني التمارين كلها، بقت لنا بس فقرة 32، حس عددي. جد ذهنيا قيمة كل عبارة. أولا 3 مطلق الأكس ناقص 4 في 4 مطلق الواي زائد 6، أكس يساوينا 14 وواي يساوينا سالب 16. يلا عيني، هسا عدي هذا السؤال كتبته، هاني نجي نطبق عليه، نجي نطبق عليه. يلا عيني هذا القلم. يلا ماماتي هسه شو اسوي؟ مكان لازم كل اكس اخلي 14، مكان كل واي اخلي سالب 16، فالثلاثة انزلها. الاكس مكان كل اكس قلت 14 ناقص 4 انزلها، يعني في 4 نزلتها. هنا مطلق الواي يساوي لنا سالب 16 زائد 6. كل شيء ما سويت، بس خليت المكان كل اكس وخليت المكان كل واي. هسه 3 نزلتها، 14 ناقص 4 ايش قد بيها؟ بيها 10. في الأربعة تنزل، 16 ناقص 16 زائد 6 بها سالب 10. إشارات مختلفة، نزل إشارة الكبير واطرح. هسه راح نضرب 3 في 10 30، 3 في 10 30، في 4 في سالب 10 سالب 40، ويساوي لنا إيش قد؟ سالب الإصفارين نزلن 4 في 3 12، إذن سالب 1200. زين. هسه الفقرة الثانية مطيني اياها اس زائد 3، هاي عيني الاس زائد 3 مطلق تربيع تقسيم 4 في ناقص 3 تربيع، عندما اس يساوي لنا 23 وفي يساوي لنا 4. زين، خلينا نحلها هنا. اس زائد مطلق الاس 3 تربيع تقسيم 4 مطلق الفي ناقص 3 تربيع، و S يساوي لنا سالب 23 و V يساوي لنا 4. يلا عيني، يلا خلينا نحل. زين، هسه ايش عندي؟ عندي S سالب 23، إذا مكان كل X أخلي سالب 23 مطلق زائد 3 تربيع تقسيم 4 نزلتها، مكان كل في أخلي 4، يعني 4 ناقص 3 بين قوسين قايل لتربيع يساوينا. كل شيء ما سويت بس طبقت. زين، سالب 23 وزائد 3 إشارات مختلفة، نزل إشارة الكبير واطرح. 23 ناقص 30 طلع لنا سالب 20 تربيع تقسيم 4 في، هنا 4 ناقص 3 1، 1 تربيعه هو 1، السالب بالتربيع يروح، يقول 20 و 20 400 تقسيم 4 في 1 4، ويساوي 400 تقسيم 4 بها 100. هذا السؤال 32. عندي فقرة اكتب، فقرة اكتب قايل لي، خلينا أكتب السؤال. 3 تربيع ناقص X مطلقها في مطلق الثلاثين سالب 30 زائد 2 أس 3 ناقص مطلق الاثنين X، عندما X يساوي لنا 1. يلا عيني، هنا هم نفس الشيء، يعني مكان كل X شو أخلي؟ أخلي 1. زين، 3 تربيعها 9، مطلق السالب X يعني السالب 1، في مطلق ما لازم هذا لازم ما اخذها،
يلا خلينا نعيدها. 9 3 تربيعها 9. مطلق السالب x لازم سالب 1 في مطلق السالب 30 30 زائد 2 3 × 2 = 8. 2 × 2 = 4 × 2 = 8 في 2 × 2 = 1. يعني مكان كل اكس اخلي 1. هسه نزلت 9 في هسه 30 في 1 = 30. 30 زائد 8 نزلتها، طبعا هاي مطلقها الواحد اللي طلعناه هاي، زائد 8 في 2 في 1 = 2 يساوي لنا 9 في 30 0 9 في 3 27، يعني 270 زائد 8 في 2 = 16 ويساوي لنا 270 زائد 16 = 6 7 1 = 2 286. هاي يعني بقى لنا هو ذني الثلاث فقرات وحليناهن وخلصنا من صفحة 19، وإن شاء الله التوفيق.